خلال استقباله وزيرة الخارجية الفرنسية الرئيس السيسي يشيد بالتطور المستمر للعلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا. وزيرة التخطيط تؤكد تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 وتقدمها 6 مراكز مقارنة بعام 2022. البرلمان الليبي يوجه الشكر قيادة وشعبا لوقوفهم إلى جانب ليبيا في مواجهة آثار إعصار دانيال. الرابع عصرا في القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة بانوراما النيل تأتيكم من النيل للأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه على تعزيز التعاون مع غينيا الاستوائية في مختلف المجالات، سواء على المستويين الثنائي أو القاري، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية وصون السلم والأمن القاري. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة تيريزا إيفوا أسانجونو رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، حيث شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية. من جانبها سلمت رئيسة مجلس شيوخ غينيا الاستوائية رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من الرئيس أوبيانغ تضمنت الإعراب عن تقديره العميق لمصر في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار ومساهمتها الفعالة في دفع العمل المشترك الإفريقي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا خلال زيارتها الحالية إلى مصر، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه قد تمت الإشادة خلال اللقاء بالتطور المستمر على جميع الأصعدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وقد أكد الرئيس السيسي ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة. من جانبها ثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد لسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة. أكد وزير الخارجية سامح شكري اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى العمل على تعزيزها والارتقاء بها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين شكري ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا عقب مباحثات عقدت بمقر وزارة الخارجية. بعلاقة نعتز ونثمنها كثيرا، تطورت خلال السنوات الماضية إلى علاقة استراتيجية بالمفهوم الشامل لهذه الكلمة، على أسس من العلاقة التاريخية الممتدة فيما بين مصر وفرنسا، والاهتمام ووجود إرادة سياسية قوية على مستوى القيادتين وعلى مستوى الحكومتين لتطوير هذه العلاقة وأخذها إلى آفاق أرحب من التعاون في إطار المصالح المشتركة وفي إطار الاحترام المتبادل والرغبة في تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة بشكل يحقق مصالح الطرفين. كما أوضح شكري أنه عقد مباحثات موسعة مع نظيرته الفرنسية حول التعاون بين البلدين، لا سيما الاقتصادية وسبل تعزيزها بما يتناسب مع العلاقات الاستراتيجية، إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا. تناولنا أيضا القضايا الإقليمية، قضية الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، وانتهز هذه الفرصة لأعرب عن التعازي إلى الشعب الليبي الشقيق، وأيضا لأسر المصريين في ليبيا اللي تعرضوا للسيول المدمرة.
وبالتأكيد أيضا لأشقائنا في المملكة المغربية إثر الزلزال اللي ضرب منطقة جبال الأطلس. أشادت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بأهمية الدور المصري في المنطقة، مشيرة إلى ضرورة العمل على تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية لكونه قوة إقليمية تلعب دورا هاما من أجل السلام. مصر هي في بيئة معقدة ولم تتحسن في السنوات الأخيرة، هذا يمكننا أن نصف ذلك بكلام دبلوماسي، ولكن من الهام جدا أن نتمكن من الاعتماد على بلد هو قوة إقليمية وقوة حوار واعتدال وقوة تسعى إلى الحلول كما نفعل نحن، وبالتالي أود أن أشيد بالدور الذي تلعبه مصر من أجل السلام. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. سيد أحمد، ما هي أهمية زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية ودورها في تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية؟ يعني بالطبع زيارة وزير الخارجية فرنسا لمصر ولقائها اليوم بالرئيس السيسي ووزير الخارجية هي بتعكس أولا دلالات مهمة، بتعكس قوة ومكانة العلاقات المصرية الفرنسية والتي هي علاقات شراكة استراتيجية متكاملة على كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية أيضا. البلدين هناك علاقات تعاون اقتصادي قوية، هناك حجم كبير للتبادل التجاري، هناك استثمارات فرنسية كثيرة في مصر حقيقة في قطاع التكنولوجيا والنقل والمواصلات وغيرها من المجالات، هناك طبعا تعاون في المجال العسكري، ولكن أعتقد أن الزيارة في توقيتها تحمل أهمية كبيرة. أولا تأتي في السياق أنها جاءت بعد قمة العشرين وبعد اللقاءات الرئيس السيسي مع قمة العشرين وتقوية العلاقات بين مصر وفرنسا، أيضا تأتي في سياق التحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة، منها بالطبع يعني تحدي الكوارث الطبيعية في كلا المغرب وليبيا، وهناك يعني توافق أو يعني تطابق في المواقف وتراقي في السياسات بين مصر وفرنسا حول طبعا التعامل مع هذه الكارثة الطبيعية في ليبيا خاصة، وأيضا التعامل على دعم الإنذار في ليبيا وتقوية الدولة الليبية والمؤسسات الوطنية الليبية ودعم الحل السياسي وإجراء الانتخابات البرلمانية. ولذلك يعني الزيارة جاءت في إطار سياسة التشاور المستمرة بين البلدين والتنسيق فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية من ناحية ودعم التنسيق المواقف في التحديات المختلفة خاصة الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا. أشكرك أستاذ أحمد. سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادثين الأليمين في المغرب وليبيا، وتقدم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين بمن فيهم الضحايا المصريين في ليبيا. وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بفتح جميع قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا. كما وجه الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية لتقديم الدعم الفوري والإغاثات الإنسانية. وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد تقريرا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت خلاله إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 وتقدمها 6 مراكز مقارنة بعام 2022. عقد الحوار الوطني جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة. وخلال الجلسة توافق الأعضاء المشاركين على بعض التعديلات الضرورية ومواكبة التغيرات التي حدثت على المجتمع المصري بهدف تقوية الوضع الحزبي في البلاد، كما توافقت لجنة شؤون الأحزاب على وجود أمانة فنية لمساعدتها وإنشاء موازنة مستقلة.
ينضم إلينا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني محمد جمال مراسل النيل. محمد، كيف تابعت الجلسة الخاصة بمناقشة قانون الأحزاب السياسية؟ على مدى أكثر من 4 ساعات تستمر الجلسة الخاصة حتى اللحظة التي نتحدث فيها الآن، وكما أسلفتم في الخبر هي جلسة تأتي بعد جلسات ناقشت نفس الشأن، الأحزاب السياسية. الجميع، جميع المتحاورين هنا في الحوار الوطني متفقين على أن هناك عدد كبير جدا من المصرية على السياسية، ولكنها في حاجة بإضاءة بعض مختلفة في هذا الحوار. أخبرونا أنهم قد توافقوا على عدة تعديلات أو إجراءات من شأنها أن تقوي العمل الحزبي في مصر. فيما يخص لجنة شؤون الأحزاب، ثمة تعديلات تحاول أن تجعل هذه اللجنة لها مساعدة أو هيئة فنية لتمكنها من القيام بعملها الخاص بتكوين الأحزاب ومتابعة أعمالها أو حتى حلها إذا ما أخلت بالقانون العام من خلال هذه اللجنة الفنية. هناك أيضا مسألة الحوكمة المالية كما أسلفت في الخبر، ودعم الأحزاب بشكل مادي ليمكنها من أن تحقق وجودا أقوى على الأرض. فاقترحت اللجان وتوافق المتحاورون على أن يكون للأحزاب الحق في تلقي التبرعات من شخصيات عادية وليس اعتبارية فقط، بشرط أن تكون هذه الشخصيات مصرية خالصة، ليست شخصيات أجنبية أو شركات متعددة الجنسيات. لم يتم التوافق على نقطة بعينها، وهي العدد المطلوب من المواطنين لتكوين حزب ما. القانون الحالي يسمح بتكوين حزب إذا ما استطعت أن تجمع توقيعات من 5000 مواطن. الأحزاب المتحاورون هنا انقسموا إلى قسمين، هناك من يرى أن هذا العدد قليل لأن منذ إصدار هذا القانون وحتى الآن زاد عدد السكان المصريين بشكل مضطرد، ما يجعل هذا العدد لابد وأن يزيد، ولكن بعض أحزاب المعارضة ترى أن هذا العدد كثير جدا وهم طالبوا بتقليله. كل هذه المقترحات يتم بلورتها ورفعها بالطبع إلى رئيس الجمهورية، والذي تعهد بالموافقة عليها إذا ما وافقت إمكانيتها على التنفيذ. نعم، أشكرك الزميل محمد جمال مراسل النيل من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني. وجه مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي الشكر للرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري على وقوفهم إلى جانب ليبيا للتغلب على تداعيات الإعصار الذي ضرب البلاد. ووافق مجلس النواب الليبي خلال جلسة عقدها لمناقشة الأوضاع في البلاد وسبل تقديم المساعدات للمتضررين من الإعصار على ميزانية ب10 مليارات دينار من أجل الإغاثة في المناطق المنكوبة. من جانبه وصف رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ما حل بمدينة درنة بالفاجعة الكبرى، مطالبا الحكومة بإعادة الأمور في البلاد إلى ما كانت عليه في مدة لا تزيد عن 6 أشهر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان السيد سليم عويس، مسؤول الإعلام باليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيد سليم، ما الدور الذي قامت به المنظمة بعد الإعصار الذي ضرب ليبيا؟ شكرا لك. نعم، منذ بداية الإعصار التواصل مع السلطات الليبية طبعا قدمت استعدادنا للمساعدة وما زلنا مساعدين بكل كوادرنا وبكل إمداداتنا بذلك. في خلال الأيام الماضية قمنا بتقديم بعض المساعدات الأساسية من مياه ومساعدات النظافة الشخصية للنازحين في ليبيا. نواصل الآن تقييم الوضع مع زملائنا
المنظمات الدولية الأخرى لتقييم الاحتياج الآن. هناك الكثير من التعاون بين الولايات المتحدة ومع السلطات الليبية للوصول للأماكن الأكثر احتياجاً. تواصلنا وقدمنا الدعم مسبقاً من خلال الهلال الأحمر الليبي، نواصل عملنا مع الشركاء على الأرض. نعم، هل ستشمل المساعدات الإغاثية أم سيكون هناك إجراءات أخرى تنوون تقديمها خلال الفترة المقبلة متعلقة بإعادة الإعمار مثلا؟ نعم طبعا، يعني في كافة الحالات المماثلة يكون التركيز في البداية على المساعدات الإغاثية، على تقديم الخدمات الأساسية من خدمات الصحة، خدمات التربية للأطفال، خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وحماية الطفل. يعني نحن نعلم أن الأعداد مهولة، وجزء كبير، ثلث الأطفال في ليبيا هم كل ثلث السكان في ليبيا هم أطفال، يعني هناك عدد كبير من الأطفال المحتاجين للمساعدة. هذه أول مرحلة من المساعدة، لكن في على المستوى المتوسط الأمد أو طويل الأمد هناك طبعا نبدأ بتفكير بإعادة الإعمار، بإعادة التأهيل المنشآت الصحية، منشآت التعليم، والخدمات الأساسية للأطفال والعائلة، المياه، الصرف الصحي، وكل ما يلزم. نعم، أشكرك سيد سليم عويس، مسؤول الإعلام في اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أشاد الليبيون بدور مصر في مساندة أشقاء الشعب الليبي في محنته ورفع المعاناة عن متضرري إعصار دانيال الذي ضرب الشرق الليبي خلال الأيام الماضية. الحمد لله على السلامة. ها رجالة، هذا اخوتنا المصري جايين لأهلنا في دارنا. حيا الله حيا الله سيسي، والله عاشت مصر. نعم، وسيسي فيها يبني فيها نزل بقالة بانيها. الله تجدد الأمل في قلب هذا العجوز الليبي وأهالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة تريزا إيفوا أسانغونو رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والسيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ، مشيدا بالعلاقة الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، ومشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سواء على المستويين الثنائي أو القاري، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية وصون السلم والأمن القاري. من جانبها سلمت رئيسة مجلس شيوخ غينيا الاستوائية رسالة خطية إلى السيد الرئيس من الرئيس أوبيانغ تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية وتثمين التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الأفريقي المشترك. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وخلال اللقاء تمت الإشادة بالتطور المستمر على جميع الأصعدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي، كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية،
فضلا عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف، حيث ثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أيضا ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة، وتنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية، خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل. وقد تناول اللقاء أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة، لا سيما في السودان وليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل، حيث أكد السيد الرئيس مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل. إذن كانت هذه مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للسيدة تريزا إيفوا أسانغونو رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، وأيضا لوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا. نواصل تقديم نشرتنا، حيث تواصل مدينة درنا الليبية إحصاء تعداد ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية جراء إعصار دانيال، والتي دمرت أحياء بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. في الوقت نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة له لدعم ليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات الكبرى التي تعرضت لها وخلفت آلاف الضحايا. لا زالت تتوالى تداعيات كارثة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة جراء العاصفة دانيال التي شهدتها ليبيا منذ بضعة أيام. مدينة درنا الليبية تواصل تعداد ضحاياها بعد الفيضانات التي دمرت أحياء بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين، في حين تتوالى المساعدات الدولية لانتشال ليبيا من فاجعتها. في غضون ذلك تواصل عدد من الدول إرسال مساعداتها الإغاثية لليبيا. المفوضية الأوروبية أعلنت إرسال مساعدة من ألمانيا ورومانيا وفنلندا إلى المدينة الواقعة على سواحل شرق ليبيا. الاتحاد الأوروبي صرف أيضا مبلغا أوليا بقيمة 500 ألف يورو، فيما أعلنت بريطانيا مساعدة أولية بأكثر من مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للليبيين. في الوقت نفسه وصلت إلى مطار بنينة بمدينة بنغازي خمس طائرات إماراتية تحمل على متنها ثلاث فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة. وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إن الأردن أرسل طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية، كما أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية إبحار سفينة وإقلاع طائرتين عسكريتين لنقل الخبراء والمعدات اللوجستية الأساسية، بينما وصلت ليبيا طائرة فرنسية تقل نحو 40 مسعفا وعدة أطنان من المعدات الصحية منها مستشفى ميداني. كانت العاصفة دانيال ضربت المنطقة الأحد الماضي، وتساقطت أمطار غزيرة جدا تسببت بانهيار سدين قريبين من درنا، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والمواطنين. من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن عدد المفقودين وصل إلى 10,000 شخص حتى الآن، مضيفا أن حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف. في حين شددت المنظمة الدولية للهجرة على أن ما لا يقل عن 30,000 شخص من أصل 100,000 كانوا مقيمين في المدينة أصبحوا مشردين. وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خطورة التلوث بالأسلحة الحربية بسبب الفيضانات
التي ساهمت في نقل ذخائر غير متفجرة إلى مناطق كانت خالية من التلوث سابقا، مما يعرض الناجين والمسؤولين عن المساعدات الإنسانية لأخطار كبيرة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بنغازي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي السيد فتحي المريمي. سيد فتحي، كيف ترى أو صف لنا الوضع الآن في ليبيا بعد وصول عدد من المساعدات؟ هل الأمر أصبح يعني تمت السيطرة عليه أم ما زال الوضع حرجا؟ مرحبا، أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة. أنا من مدينة القبة الآن متواجد وليس من مدينة بنغازي. نعم. والاسم فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي. نعم. طبعا الامور يعني في انتشار الضحايا بدات يعني وتيره العمل تكون افضل فيما سبق، على اعتبار ان يعني مع الجيش الليبي ومع فرق الانقاذ يعني اتت الينا مساعدات للانقاذ من جمهوريه مصر العربيه وكذلك من دول اخرى. اليوم تم يعني انقاذ حوالي 520 مواطن على قيد الحياة، وجدوهم في الانقاذ الخاص بالمباني، وهذه طبعا بشرة خير. نقول نحن مما هم مفقودين نتمنى يعني ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون معظمهم من الأحياء. هذا نتيجة الدقة في عملية الانقاذ والمعدات والأجهزة والناس الحرفية التي جاءت معنا من مصر أو من الدول الأخرى. كذلك حتى المناخ بدأ يساعد حقيقة في عمل هذه الفرق. هذه في مدينة درنة. بالنسبة للمناطق الأخرى لديها ضحايا ولديها يعني تدمير في مبانيها. اليوم مجلس النواب عقد جلسة طارئة وقام بإصدار قانون تشريعي لميزانية طوارئ مقدارها 10 مليار دينار ليبي، وذلك للإسعاف السريع بهذه الحالات التي يعني حدثت من جراء هذه الفيضانات وهذه السيول وهذا يعني الانهيار الذي جرى من شدود وادي درنة وأثر في هذه المدينة. نعم. طيب ماذا عن الإغاثة الصحية؟ يعني هل لديكم الآن مستشفيات ميدانية، توافر المعدات الطبية؟ ماذا عن هذا الجانب؟ لأنه بالنسبة للمصابين ربما يمكن أن ينقذ حياة إنسان إذا استطعتم توفير الرعاية الصحية المطلوبة. حتى الآن حقيقة المستشفيات العادية في دارنا تعمل، والتي في مناطق الجوار يعني حتى مدينة طبرق، البيضة، الجبة، كل هذه المناطق تعمل مستشفيات لإنقاذ من يمكن إنقاذها. جمهورية مصر العربية يعني ستأتي منها يعني ناقلة طائرات ستكون يعني على شواطئ درنة، ستكون فيها مستشفى ميداني به الأطباء المختصين وبه الأدوية وبه الظروف حتى العمليات. حنحتاج فعلا إلى مستشفيات ميدانية أخرى قد تأتينا من إيطاليا حسب يعني التصريحات الإيطالية، بأن هناك مستشفيات ميدانية إن شاء الله حتصل يعني اليوم أو غدا لمناطق درنة والمناطق المنكومة الأخرى لمعالجة المتضررين. كذلك الهلال الأحمر والصليب الأحمر حياتي بمستشفيات ميدانية. يعني الأمور ماشية، نحن نقول كل يوم أفضل من يوم في عملية الإنقاذ وفي عملية الانتشال وفي عملية مداواة المتضررين. كل يوم أفضل من يوم، يعني كل يوم تصلنا مساعدات، وكل يوم حتى الدولة الليبية تدبر في بعض الأمور يعني من خلال مؤسساتها. نعم. أشكرك شكرا جزيلا السيد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، شكرا جزيلا لك. حذر أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط من مرور ليبيا بأزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب العاصفة دانيال التي تسببت في أسوأ موجة فيضانات شهدتها البلاد منذ القرن الماضي، حيث طالت الأضرار ما يزيد عن 1.5 مليون نسمة أصبحوا بحاجة ماسة لأشكال الدعم العاجل والخدمات الصحية الأساسية.
تحذيرات قوية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بعد أن حصدت العاصفة دانيال أرواح الآلاف من الليبيين، وذلك خوفا من وقوع كارثة إنسانية في ليبيا بسبب الوضع الصحي والإنساني. أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط أكد أن ليبيا تمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب العاصفة التي تسببت في أسوأ موجة فيضانات شهدتها البلاد منذ القرن الماضي، حيث طالت الأضرار ما يزيد عن 1.5 مليون نسمة أصبحوا بحاجة ماسة لأشكال الدعم العاجل والخدمات الصحية الأساسية، كما أنهم أصبحوا عرضة لخطر متزايد من الأمراض المنقولة عن طريق المياه وغير ذلك من الأمراض التي تتفشى في مثل تلك الظروف. وأضاف المنظري أن عدد الوفيات بلغ 3400 قتيل، مرجحا أن يصل العدد إلى 15000 قتيل. وأصبح وصول فرق الإنقاذ للمناطق المتضررة أمرا صعبا بسبب الطرق المغلقة، فضلا عن تعطل عدة مستشفيات عن الخدمة. وأشار إلى أن تداعيات الكارثة على الصحة أصبحت هائلة ويتطلب الأمر إجراء تقييم متعمق للوضع الصحي في المناطق المتضررة. وتعمل المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض على تعزيز أنشطة الإبلاغ عن المخاطر، كما تعمل المنظمة على تحديد الاحتياجات العاجلة لتقديم الدعم، حيث يتطلب الوضع الراهن تكاتف مجتمع المانحين وكافة الشركاء. دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والسريع لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني اللازم للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وما خلفه الإعصار في دولة ليبيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الأوضاع الإنسانية في المنطقة العربية. دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والسريع لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني اللازم للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وآثار الإعصار الذي راح ضحيته الآلاف. المملكة المغربية من خلال الزلزال المدمر اللي شهدته، وأيضا دولة ليبيا من خلال العاصفة الكبيرة التي دمرت العديد من المناطق أيضا في ليبيا. وكانت الأمانة العامة أحبت أيضا، طبعا هذا عقد بالتعاون مع اتحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربي، وكان من المهم أيضا أن تشير جامعة الدول العربية إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها ليس فقط لهذه الدول إنما أي دول تحتاجها. وفي ذلك الإطار عقد مؤتمر صحفي بين الجامعة العربية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، في خطوة أشادت فيها الجامعة بدور المنظمات العربية والدولية المانحة ووكالات الأمم المتحدة وإسهاماتهم في عمليات الإنقاذ والإغاثة للمتضررين والمنكوبين. المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر يعني من خلال أعضائها الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية قامت بجهود كبيرة جدا وقدمت يد العون إلى الأشقاء في كل من ليبيا والمغرب ولمساندة جمعية الهلال الأحمر المغربي والليبي. كانت الجامعة العربية من خلال مجلس وزراء الصحة العرب قد قدمت مساعدات صحية عاجلة إلى كل من تونس والصومال وجمهورية القمر ولبنان واليمن للحد من آثار الكوارث. يأتي هذا المؤتمر ليؤكد على دعم الجامعة العربية لكافة الأشقاء العرب في أزماتهم من خلال القوافل الإنسانية والطبية وتقديم المساعدات الإنسانية التي تؤكد على دعم الجامعة العربية لكافة الأشقاء في أزماتهم. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، النيل. ويبقى معنا من الجامعة العربية منذر أبو دوح. تفضل منذر، ولو لديك المزيد من التفاصيل. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل تستمر مجهودات الجامعة العربية على كافة المستويات سواء على المستوى السياسي وكذلك الاجتماعي والإنساني، وصولا بالمؤتمر الصحفي الذي تابعنا تفاصيله من خلال التقرير والذي أكد فيه تم تأكيد من خلاله على بداية تقديم التعازي لضحايا الشعبين الشقيقين ليبيا والمغرب
في ضحاياهم بسبب الإعصار وكذلك الزلزال، وكذلك تأكيد الجامعة العربية على وقوفها بجانب الشعبين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية سواء وكذلك المساعدات الطبية ودعوة المنظمات الدولية لتقديم المساعدات للشقيقين، وكذلك استمرار التواصل مع الحكومات سواء الحكومة الليبية وكذلك الحكومة المغربية لتقديم كافة المساعدات. الآن ونحن داخل الجامعة العربية هناك مقابلة من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزيرة الخارجية الفرنسية لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالقضايا العربية ومناقشة عدد من القضايا العربية. في طبيعة الحال يأتي هذا من ضمن إطار تحركات الجامعة العربية لمناقشة ودعم كافة القضايا العربية وبطبيعة الحال على رأسها القضية الفلسطينية. هناك مناقشات تدور الآن داخل أروقة الجامعة العربية بين الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزيرة الخارجية الفرنسية لمناقشة تلك القضايا والتحديات، خاصة وأن كانت في الأسبوع الماضي وزراء الخارجية العرب والذي تابعنا فيه المستجدات العربية والدولية ومشاركة عدد من الدول الأجنبية في هذه الاجتماعات، والتي يؤكد على قوة التحركات العربية في كافة المجالات خاصة على مستوى القضايا الدولية، وأن هذه الزيارات سواء زيارة اليوم لوزيرة الخارجية الفرنسية للجامعة العربية وكذلك لعدد من وزراء الخارجية الأجانب للجامعة العربية يؤكد على قوة الجامعة العربية على المستوى الدولي في دعم كافة القضايا. بطبيعة الحال هناك الآن مناقشات تجرى، اجتماع مغلق بين الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزيرة الخارجية الفرنسية لمناقشة المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك عدد من القضايا وكذلك الوضع الدولي الراهن، خاصة إذا كانت الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك ما يحدث في أفريقيا. بطبيعة الحال سنتابع في الساعات القادمة آخر هذه المستجدات وآخر نتائج هذه الزيارة. نعم، أشكرك منذر أبو دوح من الجامعة العربية، شكرا جزيلا لك. ضربت هزة أرضية محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا فجر اليوم دون وقوع أضرار أو ضحايا، وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة الحسكة في سوريا على عمق 10 كيلومترات. تعرض الشمال السوري لزلزال مدمر في فبراير الماضي أسفر عن مقتل نحو 6000 شخص إضافة إلى مئات المصابين، فضلا عن دمار هائل بحق بالبنية التحتية والمنشآت في الأراضي السورية. أعلن فولكر بيرتس مبعوث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى السودان أمام مجلس الأمن الدولي استقالته من مهام منصبه بعد أشهر من تصنيفه شخصا غير مرغوب به من قبل السلطات السودانية التي تخوض منذ 15 من أبريل الماضي قتالا عنيفا بمواجهة قوات الدعم السريع. I've had the privilege. لقد كان لي شرف العمل ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في السودان لأكثر من عامين ونصف العام. أنا ممتن للأمين العام على هذه الفرصة وعلى ثقته بي، لكنني طلبت منه إعفائي من هذا الواجب، وبالتالي ستكون هذه آخر إحاطة لي في هذه الوظيفة. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. البيت الأبيض يندد بالتحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن. نتحول إلى الزميل حسام عاطف مع أخبار الاقتصاد، تفضل حسام. شكرا لك منى وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أخبار الاقتصاد في نشرة الرابعة، أهم ما فيها ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع. أهلا بكم من جديد. وصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع. وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.287 مليار، وسط تعاملات كلية بلغت بنحو 2.1 مليار جنيه،
وفيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.8 مليار جنيه. اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022-23، حيث تخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للعام المالي الجديد 23-24، حيث وافق المجلس على إقامة مصنع لصناعة المادة الفعالة للأدوية باستثمارات تقدر ب 165 مليون جنيه. كما تم اعتماد الخطة الاستثمارية للهيئة التي تضمنت تعاقدات بقيمة 3.75 مليار دولار ل60 مشروعا في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أنه يجري إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فضلا عن الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية. الوزير قال خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات ومؤسسات المستثمرين إن اللقاء تناول سبل تدليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة، موضحا أن الوزارة لا تدخر جهدا في تيسير الإجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين وتوفيق أسواق جديدة للصادرات المصرية. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط حرص الحكومة على تطوير العلاقات المصرية المجرية. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو لبحث تطور العلاقات المصرية المجرية المشتركة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة التي انعقدت خلال العام الجاري. كما بحث الجانبان تطوير التعاون المشترك لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وتعزيز تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع الدول الصديقة. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد منح الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع رؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي وإعطاء الأولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها. توافد المواطنون على المنافذ والصرادقات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والمشاركة في فعاليات المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد والتي أطلقت في 7 سبتمبر الجاري لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد. هذه المبادرة تستهدف توفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك من خلال 1513 منفذا، بالإضافة إلى 6 معارض رئيسية و37 معرضا فرعيا في مختلف محافظات الجمهورية. إلى هنا انتهت أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابع. عودة من جديد للزميلة منى الشايب مع مجموعة جديدة من أخبارنا، تفضلي منى. شكرا حسام. ندد البيت الأبيض بما اعتبره مزاعم لا أساس لها تنطوي على اتهامات للرئيس الأمريكي جو بايدن بارتكاب مخالفات بعدما أطلق مشرعون جمهوريون تحقيقا يرمي إلى عزله. يتهم الجمهوريون في مجلس النواب الرئيس الديمقراطي بالكذب على الشعب الأمريكي بشأن تورطه في قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج. البانوراما مستمرة معكم، نتابع فيها بعد الفاصل. علماء روس يبتكرون مادة مسمية من مسحوق النيكل والتيتانيوم تشبه في هيكلها العظام الحقيقية. كان علماء روس من ابتكار مادة مسمية من مسحوق النيكل والتيتانيوم تشبه في هيكلها العظام الحقيقية. إضاءة ثلاثية الأبعاد. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. خلال استقباله وزيرة الخارجية الفرنسية الرئيس السيسي يشيد بالتطور المستمر للعلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا. وزيرة التخطيط تؤكد تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 وتقدمها 6 مراكز مقارنة بعام 2022.
البرلمان الليبي يوجه الشكر قيادة وشعبا لوقوفهم إلى جانب ليبيا في مواجهة آثار إعصار دانيال. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.